مرحبا، هيدا أول يوم بلبنان، أنا كثير مبسوطة. عملنا غدا مع سمير ابن أختي، مع جونيور ومع جوجو أختي فاتي. كان يوم كثير حلو ولذيذ، وهلا عم بشتري خط لبناني. كل التكلفة تبعيته قد ايه بيطلع بالدولار؟ 500,000. حيقلنا كم دولار تتعرفوا إنه كل السياح تقدر تيجوا على لبنان وتنبسطوا وتحطوا خط تليفون طويل عريض ب 500,000. شي 15 دولار هيدا بس بعد ما شحنتوا فيكم يكون معكم خط حلو وتقدروا تحكوا تعالوا لعنا على لبنان. هي الاجي اللبناني.